هدف السي في هو حاجه واحده بس، ان انا اقرر تستحق الوقت بتاعي في الانترفيو ولا لا. جاهز بالانجليش بتاعك، جاهز بقدراتك في الوورد والباوربوينت والاكسل، جاهز في ان انت تظبط مواعيدك، جاهز ان انت تقدر تستقبل 100 مكالمه في يوم واحد وتكتب التاسكات بتاعتك اللي بتجيلك على الواتساب وعلى الايميل وعلى التليفون وانت قاعد في ميتنج وانت معدي في الكوريدور وساعات وانت في الحمام كمان. يعني it happens. انت بتشتغل ايه او انت ايه الباك جراوند بتاعتك او انت جزار اتش ار ازاي يعني؟ جزار اتش ار. طيب انا شغال اتش ار بقالي 12 سنه دلوقتي. اشتغلت في بريمير اول حاجه شركه ريكروتمنت، بعد كده في لافارج شركه اسمنت، بعد كده في اريكسون تيليكومينيكيشن، بعد كده في ادنوك شركه بترول، بعد كده في مصر في كذا شركه لوكال كان اخرهم بيتك، وكرنتلي بشتغل في شركه اسمها بلادس اللي هي تحتها اولكر دايجستيف وجودايفا. طيب بص، انا معظم الناس اللي بتابعني هنا شباب، يا اما في سن الثانوي والجامعه يا اما لسه متخرجين، ده الكتله يعني. فانا عايز حد يقول لهم الوحش اللي مستنيهم الناحيه الثانيه. معظم الولاد بيبقوا طالعين فاكرين ان انا ايه مايكروسوفت، واقفين مستنيني اخرج من باب الجامعه عشان يوظفوني عندهم ويدوني $10,000. انت فاهم قصدي؟ تمام. فانا عايزك بس اديهم يعني نظره على العالم الموحش في الخارج. طيب العالم الموحش ممكن الخصه في كلمتين، حاجه اسمها البيزنس نيدز. الاتش ار في الشركات دوره بيتراوح ما بين الدور القديم جدا اللي هو شؤون العاملين والمرتبات والتامينات والعقود، ده سلام عليكم الحاجه الاساسيه القانونيه اللي لازم تبقى في اي شركه، فساعات بيبقى جزء من شغل الاداره الماليه والفاينانس وما شابه، او بيبقى اكتر من كده شويه انه بيبقى كاستمر سيرفيس بيساعد الشركات تعمل اللي هي عايزاه، او بيبقى اكتر من كده شويه بيبقى استشاري بيدي اراءه وفي الاخر الشركه بتقرر اللي هي عايزاه. وفي شركات قليله جدا 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 الاتش ار استراتيجيك بارتنر، هو شريك في اتخاذ القرار ويقدر يمنع ويقدر يوقف الانتاج ويقدر يعين 100 واحد او يقفل 100 واحد بناء على وجهه نظر. فالناس لازم تبقى عارفه ان الاتش ار بيعمل بالانس بين حاجتين، احتياجات الشركه البيزنس نيدز واحتياجات الموظف الهيومن ريسورسز نيد. البيزنس نيدز بتكسب معظم الوقت والشركه على طول عندها مبدا طب استنى وهنشوف. فور اكزامبل مع زياده الاسعار والتعويم بتاع الجنيه اللي حصل في السنه اللي فاتت، معظم الشركات ما حد في الشركه في مصر هتقدر تدي فرق الاسعار بالظبط للناس. الشركه بتدي جزء وبتحاول تخليك تستحمل جزء وبتحاول تزود لك المبلغ المدفوع بناء على الاداء مش المبلغ المضمون الاساسي، عشان لو اديتها اداء هتديك فلوس. فلازم الناس لازم تعرف ان الوحش اللي مستنيها اسمه البيزنس نيدز، وات ايفر اللي الشركه محتاجاه وعايزاه ده رقم واحد. طيب يعني ده لو الشركه اصلا زودته يعني انت يعني في بعض الشركات في شركات قفلت، في شركات كتيره قايمه على الاستيراد وقايمه على حاجات خارجيه قفلت. طيب ده بيخلينا نتحط في تحدي اكبر، ان الفرص اصلا بتاعت العمل بدات تقل، وان الناس دلوقتي لو انا بشغل 10 فانا عايز 4 يعملوا شغل ال10. مظبوط. فانا محتاج الواحد اللي بيجي ده ما يبقاش بدراع، يبقى ب4. مظبوط. مش بنسميها بلاج اند بلاي، عايزين واحد بالظبط كانك ماسك يو اس بي فلاش ميموري بتحطها في الفلاشايه، مش محتاج تسطب، مش محتاج تعمل حاجات كتير، انت بتفتح وتشتغل على طول. فانت لازم تبقى جاي جاهز بالانجلش بتاعك، جاهز بقدراتك في الوورد والباوربوينت والاكسل، جاهز في ان انت تظبط مواعيدك، جاهز ان انت تقدر تستقبل 100 مكالمه في يوم واحد وتكتب التاسكات بتاعتك اللي بتجيلك على الواتساب وعلى الايميل وعلى التليفون وانت قاعد في ميتنج وانت معدي في الكوريدور وساعات وانت في الحمام كمان. يعني it happens اللي هو مش عايزين نخلص الحاجات دي. حاضر هخلص بس اللي انا بعمله. فالاربعه يعملوا شغل 10 عشان مش بس بيشتغلوا اكتر، بس بيشتغلوا بطريقه اذكى. بيشتغلوا بطريقه اذكى يعني دلوقتي انت عندك هوم ورك وواجب تعدي نفسك لسوق العمل، بان انت تبقى مخلص كل الحاجات الكمبيوتر والانجلش وازاي تنظم وقتك وازاي تبقى ما عندكش مشاكل مع نفسك، عشان لما تدخل الشركه تتحط في تشالنج اكبر تعرف تشيله. حلو جدا. ايه اسوا بقى حاجات قابلتك؟ انت اكيد انت عملت انترفيوز مع ناس مقدمه على شغل. مظبوط. ايه اكتر الهايلايتس بتاعت الاخطاء اللي كانت بتقابلك، اللي هو حد اول لما بيعمل كده انت بتروح طب شكرا انا اصلا مش هفكر ان انا اكمل معاه الانترفيو؟ الاخطاء هو افتراض ان انا عارف من السي في بتاعك انت مين وعامل ازاي، وعلى اساس كده انت بتتصرف معايا. انا ما اعرفش عنك حاجه. انت هدف السي في هو حاجه واحده بس، ان انا اقرر تستحق الوقت بتاعي في الانترفيو ولا لا. وانس دخلت الانترفيو السي في ده على جنب، انا محتاجك تباع لي قدراتك ومهاراتك واحتماليه ادائك العالي وتاريخك السابق. محتاجك تبيع على قد ما تقدر. في ناس ما بتحبش لفظ سيل يور سيلف او بيع نفسك، بس انت ابيع نفسي يا باشا. انت بتبيع نفسك كخدمه كموظف، مش بتبيع نفسك كبني ادم كجثه. فالبيع مهم جدا، عشان ساعات مثلا في شغلات مهمه جدا زي السيلز بيبقى الانترفيور عارف والاتش ار عارف ان انت بتتعدى شويه او بتأفر شويه او بتحور شويه، لا في الانترفيو نفسها اللي هو انت ممكن تبيع له الميه، ممكن تبيع له اي حاجه. هاويفر جزء من شغلانتك ان انت تعمل كده،
هو مش عبيط عشان ما يفهمش ان انت بتحور شويه. احنا بنسيبك تحور بس لا، قدره التحوير في حد ذاتها دي حاجه مطلوبه في شغلنا. ان انا اطلب منك في الانترفيو ان انت تحكي لي عن نفسك او تقول لي انت كويس في ايه او انت وحش في ايه، معظم الانترفيورز بيدوا المايك للشخص اللي في الانترفيو، انت بتخسر المايك ده وبترد اجابات يعني اقل ما يكون. انا عايزك تطلع اكتر. اتش ار كتير شغالين في شركات كتير بيسالوا الناس اسئله هدفها الوحيد هو تقييم النون فيربال كوميونيكيشن، تقييم طريقه التفكير. السؤال بتاع لو اديتك ميداليه هتعمل فيها ايه؟ كوميونيكيشن دي اللي هي البادي لانجويج، اللي هي ازاي صوتك عامل يعني. ما ينفعش تقول لي عن اكبر انجازاتي كان ان انا عملت المشروع ده والمشروع ده كان احسن حاجه عملتها. يعني انا مش حاسس باللي انت بتقول. انت يعني انت مش لو مش بتكتب لو مش بتكذب وبتطلع حاجات غلط فانت مش عارف توصل للناس الامبريشن بتاع ان انا عملت مشروع هايل والمشروع ده انا وفرت فيه كام مليون جنيه وارقام واحداث وحاجات عملتها كده. فالناس بتتكاسل شويه ان هي تدي الامبريشن وتدي الحماسه اللي عندها وتدي الانجاز بتاعها في الاتش ار. فانت بتبقى في بالنسبه لي واحد عادي والسي في بتاعك بيتشاف في 6 ثواني 8 ثواني 10 ثواني مش اكتر من كده. طيب وبعدين في ناس بقى بتاخد الموضوع ان انا ما بحبش اتكلم عن نفسي، عارف انت اللي هو الصنم الداخلي بتاع ان انا متواضع. تواضع بس لما تتسال عن نفسك تتكلم. انا في الانترفيو بسالك عن نفسك، يعني ما حدش هنا بيتكلم عن واحد قاعد مع اصحابه على القهوه بيتكلم عن نفسه. ماشي لو انت متواضع ما تتكلمش عن نفسك، ما تتكلمش عن نفسك في الانترفيو. الهدف ان انت تكلمني عن نفسك وعن ما سبق من خبراتك. والخبرات على فكره مش لازم تبقى شركات وانجازات، خبرات ممكن تبقى انشطه طلابيه، خبرات ممكن تبقى انشطه تطوعيه، خبرات ممكن تبقى حاجات انت حضرتها في اي نوع من انواع السيت اب، ممكن يبقى تدريب، ممكن يبقى محاضره. لازم تديني اللي انت اخدته ده اخدته ليه وامتى وعملت بيه ايه وهتطلع بيه واتس بيهايند اللي انت بتقوله اهم من اللي انت بتقوله. طيب انت قلت لي اول غلطه ان هو بيخش عنده زي ما تقول تخيل ان انت عارف عنه فما بيكلمش. لا اللي هو انا عارف ومذاكر السي في. انا السي في بتاعك بشوفه من 6 ل 10 ثواني بقرر فيهم تستحق ان انا اقابلك 10 دقائق ربع ساعه او نص ساعه ولا لا. بس حلو قوي. ايه الحاجات الثانيه بقى يعني استفزتك؟ يعني ايه اكتر حاجات استفزتك من ناس متكرره؟ مناقشه المرتب. في شركات عندها طريقه ان انا وانا في التليفون قبل ما بتيجي بقول لك ان مرتبك الحالي كام وانت مش عايز تقول، او انت قلت في الاخر انا محتاج منك رقم. لو مش عايز تقول انت بتاخد كام لازم تقول انت متوقع كام عشان ما اضيعش وقتك ووقتي في انترفيوز في الاخر ممكن يبقى ملهاش لازمه. هوايفر في شركات تانية ما بتتكلمش في مرتب وبتقول لك مناقشه السالري لما انت تبقى ابروفد من اتش ار وابروفد من مديرك وساعتها الفاينل اوفر هتعرف فيه السالري. لو انت مش مستعد تعمل البروسيس دي ووقتك غالي قوي وعندك اجازات قليله في شغلك الحالي او عندك ماتشات كره تلعبها ما تجيش. فبيبقى مستفز جدا الكلام الازيد من اللازم عن المرتب. الكلام زياده عن اللزوم ولا ان هو مش عايز يقول مرتبه؟ الاثنين. الكلام زياده عن اللزوم عن المرتب او عدم الكلام خالص عن المرتب. انا بسالك عن يور كارنت سالري، انت حاليا بتاخد كام مش عايز تقول فور اي سبب سري. ماشي اتفهم كده، بس لما اسالك عن مرتبك المتوقع لازم تقول لي. صح. ولما اسالك عن مرتبك الحالي وتقول لي رقم غلط وفي الاخر اطلب منك تجيب لي بي سليب او ورقه تثبت الكلام ده وفي الاخر ما تجيبوش، فانت ضربت كل الفاليوز والايثكس والحاجات الاساسيه اللي هتدمر لك مستقبلك بعد كده. حلو جدا. طيب لو احنا كده، عشان انا بحب دايما اركب للناس الحاجات اللي احنا قلناها. احنا قلنا ان رقم واحد عالم موحش، محتاجين أربعة يعملوا شغل 10، فانت محتاج انك ما تبقاش رايح انا مش بس بعرف اعمل دي، انا بعرف اعمل دي ودي 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 وبعرف اعملهم كويس. يعني في ناس بتكتب مثلا في السي في انا بعرف اتعامل مع الويندوز وجوجل سيرش. عايز اقول لك ان مش كل الناس بتعرف كل اوبشن الويندوز. مفيش حد عارف حاجه اسمها سكيدجول تاسكس، ان انا ممكن اخلي الجهاز بتاعي يعمل حاجات ويقفل كمان 10 ساعات. طب ما دي ويندوز. طب انت بتعرف تعمل من جوجل سيرش كويس؟ انت بتعرف تستخدم الكوتيشن ماركس وتعمل البلس والماينس؟ يعني حتى الحاجات البسيطه اللي الناس كاتباها الناس مش عارفه تعملها كويس، فتعرف تعمل الحاجات دي وتعملها كويس جدا. يعني انا ممكن اكتب في السي في بتاعي اصلا ان انا يعني انا بعرف جوجل؟ لا ده غلط. وانا بقول لك على الرغم ان على الرغم ان من الناس اللي بتكتب كده فهي ما بتعرفش جوجل. يعني هو من الاول اصلا غلط. يعني الناس اللي بتكتب في السي في بتاعها حاجه واجه تشالنج وفي الاخر الاقيه مش موجود، دي مشكله كبيره. عشان مش المفروض تكتب انت بتستخدم جوجل ومايكروسوفت ذيس از لايك دي انا بعرف امشي. ده في الدول المتقدمه دي الاميه. الامي هو اللي ما بيعرفش يتعامل مع الكمبيوتر، مش اللي ما بيعرفش يقرا ويكتب. عشان دي حاجه اساسيه بالظبط. لو انا كاتب في السي في انا بعرف اتكلم، بعرف امشي، بعرف اقف، بعرف اقعد. كول جدا. طيب لو هتوجه اخر نصيحه لشاب لسه متخرج من الجامعه او شاب في الجامعه وهيتخرج، عشان يبقى خدنا الطبقتين دول معانا، ايه اللي هو المفروض بقى يعمله كده من دلوقتي عشان ان كان مجال بتاعه يبقى عارف انت يتشاف في عين الـ HR؟
سيميليشنز، حاول تحاكي الوضع اللي انت رايح له بالوضع اللي انت فيه. انا شخصيا خريج صيدله ما اشتغلتش في مجال خالص، واكتر حاجه ساعدتني اشتغل في مجال الاتش ار اللي انا مختاره عن حب ان انا عملت حاجات في الكليه انشطه طلابيه ليها علاقه بالاتش ار. فانت لو لسه ما اتخرجتش انسى ان كل حاجه مطلوبه منك هي الشهاده. التقدير العالي بيبقى ساعات مشكله، او التقدير العالي بيبقى كويس عشان شغلات معينه زي الحاجات الاكاديميه والمعيدين، بس في نفس الوقت التقدير العالي من غير انشطه طلابيه ومن غير انجلش ومن غير كمبيوتر ومن غير ما تنزل حاجات فيها تطوع وحاجات فيها عمل جماعي وتعرف يعني ايه قياده. ما انت لو خدت كل كورسات الليدرشيب والتيم بيلدينج وعرفت العمل الجماعي ازاي من غير ما تطبقه ولا الهوى. فالوضع الاسهل طبعا، على الرغم ان الناس مش فاكره الكلام ده صح، الوضع الاسهل للناس اللي لسه في الجامعه. حضر نفسك للي جاي، حضر نفسك وافهم كل حاجه بتحصل وحاول تحاكي الوضع بتاع الشغل. للناس اللي اتخرجت لازم تدور على تدريب، لازم تقبل ان انت مرتبك مش هيبقى احسن حاجه في الاول، لازم تشتري الخبره مقابل الفلوس. الخبره مقابل الفلوس يعني شركه حجمها اكبر، حجم عملها اكبر، المدير فيها بيعلمك كويس، فيها سكسس ستوريز، هتستحمل ان انت تشتغل فيها حاجه عاديه عشان تتعلم فيها. ده احسن من اي MBA او اي ماسترز او اي حاجه ممكن تاخدها، ان انت تاخد الخبره دي. في شركات تعتبر مدارس، في شركات كبيره جدا في كل واحد في مجاله تعتبر مدرسه بتعلمه كل حاجه في الشغلانه دي. في شركات بتعمل حاجه اسمها المانجمنت بروجرام، بتدخل سنتين ثلاثه تاخد روتيشن على اماكن كتير لغايه لما تبقى قادر ان انت تشتغل في الشركه دي. ف جيت بريبيرد، حضر نفسك. شكرا جدا فيجو، ولا نقول فيجو. كان في لعيب زمان في ريال مدريد اسمه فيجو، وانا زمان لما كنت اصغر شويه كان ممكن اقرب منه. يلا استعدوا يا جماعه، السلام عليكم. وعليكم السلام.